أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في باب الطهارة، ونحن في الصفحة 30. تحدثنا في الدرس السابق عن أن الطهور ينقسم إلى مادتين، هما الماء والأرض، وبينا أشكال الشارح على المادتين رضوان الله عليهما حينما عبر عن المادة الثانية بالتراب، فقلنا أن هذا التعبير تعبير ناقص، إذ على رأي المتأخرين وعلى رأي مشهور الفقهاء أن مطلق الأرض بما فيها من أجناس يجزي في التيمم، إلا أن رأي الماتين حسب ما يظهر هنا من تعبيره هو خصوص التراب، ولكن أشكلنا على ذلك أيضا من أن الماتن في غير هذا الكتاب عبر عن الأرض، وأن هذا هو مذهبه، أي مطلق الأرض. يقول الشارح: فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث. هنا إذا تردون شكلوا الكلمة حتى ليس يصير خلل. فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث، مو مطهر مثلا، أي مطهر من الحدث، أي أن الماء يطهر الإنسان من الحدث. هنا لاحظوا تعبيره أو قوله: الماء بقول مطلق. يعني شنو بقول مطلق؟ يعني مطلق الماء ما يصدق عليه عرفا أنه ماء، فيشمل ذلك مثلا ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ولكن مثلا ماء الورد، ماء وماء الإنسان مثل الدمع مثلا، هذا لا يشمل. المهم أن نقول الماء المطلق. وكذلك شرحنا سابقا أن الماء المطلق يخرج عنه أيضا الماء المضاف، أي الماء المخلوط بمادة سائلة أخرى أو حتى مادة صلبة تغير من صفاته. فهنا يقول: فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث. الآن ما هو الحدث على تعبير، على تعبير أو توصيف؟ السلام عليكم. على توصيف الشارح يقول: الحدث هو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه أو شبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء. هنالك أمران هما الحدث والخبث. أما الحدث فعلى تعبير الشارح هو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة.
المتوقف رفعه على النية. يعني شنو؟ يعني أثر البول أجلكم الله، أثر الغائط، أثر خروج الريح، أثر خروج المني، هذه الأمور مجتمعتان هي بما هي هي خبث. الحدث ماذا؟ على تعبيره هو الأثر الذي يوجب القيام بالوضوء أو بالاغتسال وما أشبه ذلك. بعبارة أخرى، الحدث النجاسة المعنوية، الخبث النجاسة المادية. الحدث النجاسة المعنوية، والخبث النجاسة المادية. بعبارة ثالثة، الحدث النجاسة التي لا تدرك بالحاسة، مادية. الحدث النجاسة التي لا تدرك بالحاسة، أما الخبث فما يدرك من النجاسات بالحاسة. وتعبير الشارح هنا كما ذكرنا أن الحدث هو الأثر الذي تتركه هذه النجاسات المادية. شنو هو الأثر؟ يقولون شخص محدث، أحسن، مجند، أو مثلا في على غير حال الوضوء. يعني شنو على غير حال الوضوء؟ يعني مثلا تبول، تغوض، أخرج ريحا وأشباه ذلك. شنو هو محدث؟ محدث، لاحظتوا الفرق بين الأمرين؟ صار واضح؟ ولكن مع هذا التعبير نلاحظ أن كثيرا من فقهائنا استخدموا عبارة أو وصف الحدث بريد. ولكن أيضا كثير من فقهائنا، من علمائنا، من أصحاب الإمامية أطلقوا تعبير الحدث حتى على نفس النجاسات. لاحظت هنا؟ يعني هذا التعبير إذا نراجع الكتب نجده معهودا عند المتشرعة. شرحنا ما معنى المتشرعة، معهود عند المتشرعة أيضا إطلاق الحدث على خصوص البول، على خصوص الغائط، على خصوص النجاسات المادية أيضا. يعني هذا تعبير معمول به، مو أنه قيدوا وخصصوا المعنى كما خصصه الشارح بقوله أن الحدث هو الأثر الحاصل من تلك النجاسة. لاحظتوا؟ أطلقوا بعض الفقهاء تعبير الحدث أو وصف الحدث على خصوص النجاسات المادية أيضا. يعني أيضا شملوا، هم يطلق على البول أنه نجس أو خبث عفوا، هم يطلق عليه أنه حدث. هذا تعبير معمول به، الشارح وصفه، قيده أكثر، خصصه أكثر، فقال أن الحدث هو الأثر الذي يتركه البول مثلا، الأثر الذي يتركه الخبث. صار معلوم؟ هسه الآن لماذا، لعل قائلا يقول، لماذا يريدون أن، يعني الشارح لماذا وكذلك الماتن
لماذا يريدان أن يفصل بين الحدث والخبث؟ ما هي ثمرة ذلك؟ عفوا، لا لا، لها ثمرة، ثمرة واقعية فقهية الآن سنشرحها، ولكن دعونا نتم العبارات. فالماء بقول مطلق، أي مطلق الماء، مطهر من الحدث. والحدث ما هو؟ وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه. شبهه هنا شنو؟ يعني شبه المكلف، مو شبه الأثر. لازم هنا تلاحظون الضمائر إلى ماذا تعود، فلذلك جيد أنه تخلون مثلا أسهم حتى توضحون أنه شبهه يعني شبه المكلف. شبه المكلف يعني منه؟ يعني الشخص الذي لم يبلغ، مثلا الصبي الصغير، هذا يشبه المكلف. هذا إذا بال يكون محدثا، صحيح؟ فحتى نرفع عنه الحدث يجب أن مو يتوضأ، يتطهر أولا، هذاك موضوع آخر. يتطهر الحدث بالمعنى العام، نرفع عنه الخبث فيتطهر، ثم نرفع عنه الحدث فيتوضأ. مثلا الصبي هذا شبه أو يشبه المكلف، مثل مثلا الشخص النائم أيضا يشبه المكلف. المعلق هم ذاكر، السكران أيضا، هؤلاء كلهم في حاله، في حال في تلك الأحوال يشبهون المكلف. من هو في غيبوبة مثلا أيضا نفس الشيء، من سقط مغشيا عليه، إلى آخر الأمثلة. فإذا الماء بقول مطلق مطهر من الحدث، وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه وأشباه المكلف عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل. التعبير الأصح هنا أو الغسل، يعني أضيف ألف، عند عروض أحد أسباب الوضوء أو الغسل المانع من الصلاة. يعني هذا الحدث هو أثر يحصل للمكلف عند ماذا؟ عند عروض أحد أسباب الوضوء أو الغسل، يعني عندما يقع عليه أحد أسباب الوضوء والغسل، أحد ما يستدعي الوضوء أو الغسل. مثل ماذا؟ البول، التبول، التغوط، إخراج الريح، إخراج المني. لاحظت المسألة وين؟ هذه أحد أسباب الوضوء أو الغسل، صحيح؟ هذه الأمور مجتمعة، فعندما تعرض عليه، يعني تعرض على الإنسان، فحتى يرفعها يتطلب ذلك أن يتطهر، ثم مثلا يتوضأ أو يغتسل. هذه الأمور التي توجب التطهر أو توجب الوضوء أو الغسل، هذه الأمور مجتمعة تسمى الحدث، الأحداث. المانع من الصلاة، لماذا هنا قيد أنه شيء يمنع من الصلاة هذه الأشياء، مثل البول، مثل التغوط إلى آخره؟ لماذا قيده بهذا القيد؟ حتى يخرج ما هو مستحب من العروضات مما يعرض على الإنسان. مثل ماذا؟ غسل الجمعة. غسل الجمعة إذا جاء يوم الجمعة فمستحب مؤكد للإنسان أن يغتسل، وهذا الغسل غسل مندوب. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الغسل غسل مندوب، فإذا هو ليس مانعا عن الصلاة، أو عفوا مانعا من الصلاة،
مو مانع هذا من الصلاة، فحتى يخرجه يقيد، يقول فقط المانع من الصلاة الأشياء التي تعرض تأتي على الإنسان يتعرض لها الإنسان وتكون مانعة من أدائه للصلاة، تكون مانعة من استباحة الصلاة. المتوقف رفعه على النية، أيضا هذا قيد ثالث بعد القيود تلك. لماذا متوقف رفعه على النية؟ أي أنه تجب فيه النية، نية القربة كما شرحنا في الدرسين السابقين. عرفنا الآن ما هو الحدث، فنأتي إلى الخبث. والخبث وهو النجس، يعني عين النجس، مادة النجاسة، بفتح الجيم، مصدر قولك نجس الشيء بالكسر، يعني كسر الجيم، ينجس هذا يصير بالضم، فهو نجس بالكسر، يعني نكسر الجيم مرة. فالخبث وهو النجس، يعني شنو؟ يعني النجاسة المادية، النجاسة العينية. خب، ما هي الثمرة من هذا التفريق؟ سنعرفها فيما بعد حينما نتقدم إن شاء الله في المادة في البحث، ستعرفون بأنه الحدث لا يرفع إلا بالنية، أما الخبث فممكن رفعه بغير النية. الحدث شنو قال؟ قال هو نفس التبول مثلا، هذا مثال، أثره الذي يمنعه من أداء الصلاة، فيجب حتى يرفعه ماذا يفعل؟ يتطهر، يتوضأ. الوضوء هنا يتطلب شنو؟ النية، حتى يرفع حالة الحدث التي هي مترتبة على الخبث. صار معلوم؟ أما بالنسبة للخبث فمجرد رفع الخبث ما يحتاج إلى نيتين. شخص بال فيريد أن يتطهر، يطهر ذلك الموضع بلا نية، خلاص ارتفع الخبث، ارتفع الخبث أم لم يرتفع؟ زال الخبث أم لم يزال؟ زال، خلاص. صار معلومة الثمرة بين الأمرين؟ شنو شيخنا اسمح لي، مو قلت بين الحدث النجاسة المعنوية وهي النجاسة التي لا تدرك بالحاسة. اي انت هذا كان تعريفه. اي احنا لو مثلا لو تقال استثناء هذا الكلام، قال مثلا النجاسة مثلا الحدث وصفه مثلا جنابة مثلا حائض، اذن اللي اثر عليه الغسل. إيه؟ هو يتبين بعد للطالب ان هذا الشيء هو دا اشوف الغسالة العملية شلون يشوفهم. دا أقول هو الأثر، يعني أثر هذه الأشياء. الحدث هو نفسه الخبث، أما حتى ليش نفرق إحنا؟ حتى نقول أنه الحدث يعني الإنسان المحدث يتطلب حتى يستبيح الصلاة، حتى يؤدي عباداته، يتطلب منه أن يتوضأ أو يغتسل، يعني يؤدي الطهارة المخصوصة المشرعة بالنية، بالنية. أما الشخص الذي عليه خباثة، لاحظت، فإنه لا يتطلب كدخول التوانيات، نعم ما يتطلب نية مثلا، يطهر ذلك الموضوع وخلاص. أما إذا يبقى على حالة الحدث، يبقى على حالة الحدث، صار معلوم، يبقى هذا الشخص على حالة الحدث، لأنه إذا أراد أن يصلي لا يمكنه الشروع بالصلاة إلا أن يزيل الحدث. الخبث قد أزاله أولا، ولكن عليه أن يزيل الحدث، والحدث ماذا؟ أثر الخبث. هو محدث غير متنجس. إيه غير متنجس، أحسنتم، هو بدنه طاهر، أزال الخبث ولكنه يبقى محدثا، فحتى يزيل أثر النجاسة التي وقعت عليه أو التي أوقعها، فيتطلب منه ماذا؟ أن يتوضأ أو يغتسل على حسب اختلاف النجاسات.
لرفع الحدث يحتاج إلى وضوء، أو إذا يحتاج مثلا أن يصوم الصيام الواجب أيضا نفس الشيء، يرفع الحدث المانع من الصيام مثل ماذا؟ الجنابة، فيحتاج إلى الغسل. شيخنا يتيج الجنابة والحائض والنفاس ومس الميت مصحيح؟ بلي، أما لا لا كله بتفصيل، هذا احنا الان ننطي مجرد امثلة، احنا ننطي امثلة قبل ما ندخل، هذا بعدين ندخل فيه كله مفصل حتى لا يصير هنالك خلط بالامور. زين، والخبث وهو النجس بفتح الجيم، مصدر قولك نجس الشيء بالكسر ينجس فهو نجس بالكسر. خب انتهينا من هذا الموضوع. الان شنو هو يشرح؟ يقول الماء بقول مطلق مطهر من الحدث والخبث، ما بين الأقواس ركزوا، الماء بقول مطلق مطهر من الحدث والخبث، وشرح هو معنى الحدث وشرح معنى الخبث وعلقنا عليهما. الآن يأتي إلى موضوع جديد، يبدأ هذا الموضوع الجديد من كلمة وينجسه. شنو يقول؟ يقول وينجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة. دققوا هنا، وينجس الماء مطلقا، هنا الماء مطلقا يعني شنو؟ مو في قبال الماء المضاف، مو في قبال ما اصطلح على تسميته بالماء عرفا كما هو القول بالنسبة إلى ماء الورد، هنا الماء مطلقا في قبال يعني أقسام المياه. عندنا ماء جار، عندنا ماء ماء الكر، عندنا ماء قليل، هو ماء قليل يعني هذه تقسيمات المياه، ماء معتصم اللي هو الماء الراكد وأمثال ذلك. فهو يقول هنا يقول الماء ينجس مطلقا أي نوع كان من أنواع الماء، ماء جار، ماء قليل، ماء كثير، ماء كور، ماء البئر، ماء المطر، أي نوع من أنواع المياه كلها تنجس مطلقا. شلون؟ بالتغير بالنجاسة، إذا تغيرت هذه المياه بالنجاسة. شلون تتغير بالنجاسة؟ عود هنا شارح، في أحد أوصافه الثلاثة، يعني في أحد أوصاف هذا الماء الثلاثة. راعوا الضمائر، انتبهوا للضمائر حتى لا يكون يعني تحملون الضمير على معنى آخر. في أحد أوصافه الثلاثة، يعني وصف الماء، إما أن يكون هذا التغير في اللون، يعني لون الماء يتغير، وإما أن يكون في الطعم، يعني طعم الماء يتغير، وإما أن يكون الريح، رائحة الماء تتغير، دون غيرها من الأوصاف. دون غيرها من الأوصاف يعني مثل شنو؟ مثلا ثقل الماء، خفته، كدورته، لونه العرفي. يعني بعض المياه تجدون أنه لونها مثلا مائل إلى الأخضر أكثر من، يعني حسب ما هو الموجود. هذه الأوصاف الأخرى لا علاقة لنا بها، ما لنا علاقة بها هو ثلاثة أشياء: اللون، الطعم، الريح. هذه الثلاثة أمور فقط، والمتغيرة بالنجاسة، بشرط أن تتغير بالنجاسة. بعبارة أخرى، الماء أي ماء إذا تغيرت صفته، إذا تغير مشهورة تغير أوصافه،
هذا الماء إذا تغيرت أوصافه، تغيرت صفته بإحدى هذه الثلاثة أمور بعد ملاقاته للنجاسة، بعد ملاقات هذا الماء للنجاسة إذا تغيرت صفاته هذه واحدة منها أو هي مجتمعة فإنه ينجس مطلقا. ما هي هذه الصفات؟ اللون، الطعم، الريح، ما عدا ذلك فيبقى طاهرا. فإذا افترضنا أن ماء من المياه، من أنواع المياه، وقعت فيه نجاسة أو لاقى النجاسة ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وكان هذا الماء مثلا ماء جاريا أو ماء كر، مو ماء قليل لأنه الماء القليل له أحكام خاصة، ولكن تغيرت كدورته فقط، تغير ثقل الماء فقط، فيبقى طاهرا حتى وإن لاقته النجاسة. إلى أن نرى رؤيا العين أنه قد تغيرت هذه الأوصاف الثلاث فيه أو واحدة فيها من هذه الأوصاف الثلاث فيه، اللون، الطعم أو الريح، نحكم حينها بأنه ماء نجس. الآن أكو تفصيلات وتفريعات تندرج تحت هذه المسألة، ونكمل القراءة حتى نعرفها إن شاء الله تعالى. شيخنا، لو نعتبر أنه نعبى الصفحة ويطاحها بزواله، على كيفك يا أبو كنيس، وشوي شوي وشوي شوي ما يخالف، لا لازم نفصل وشوي شوي 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 شوي. أنا عندي سؤال، تفضل. بس هذا الشيء كله مفهوم، يعني أنا حتى اليوم علي عليه السلام الشارح أنا وياك وأقل، يعني حتى يقول لي إمام علي عليه السلام في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ما لم يتغير أوصافه. هو ده نجي بالأمور شوية شوية، بس لا أنا أقول لك إن هذا الماء يعني كان عند رسول الله كأنه مفهوم، هذا واحد. الشيء الثاني عنده خزان الماي، هذا شيء طبعاً لازم الماي. من يدري حجمه قيمة حجمه. هو الآن راح نمشي كله في هذه الأمور كلها راح نمشي. بس حجمه حتى يبلغ شنو؟ مين خالد؟ أنا أقول أنا فد ماي داخل ماي سخن قلت ما أربع فد خزان لا وتغيير صدق دخل بيه فد شيء من العرض الصالح. هذا يعتبر محكوم بالطهارة ما لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته. لا هذا هم بي تفصيل، هذا بي تفصيل أنه كور أم ليس كرا، كل هذا بي تفصيل. هو من الأول محكوم بالطهارة طبعا محكوم، بس كلامكم أنه بعدما وقعت فيه النجاسة حتى نحكم أنه ينجس أم 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 لم ينجس، هذا بي تفصيل سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. خب، واحترز، احترز منه الماتن، احترز بتغيره بالنجاسة. يعني لماذا قيد الأمر بالتغير بالنجاسة؟ واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة. يعني شنو يريد يقول؟ يريد يقول أنه يجب أن يكون التغير قد وقع بسبب المتنجس عينه، عين المتنجس، ولا أنه مادة أخرى متنجسة. متنجس أول. شوفوا ما هو الدليل على أنه الماء الذي يلاقي النجاسة يتنجس إذا تغيرت صفاته الثلاث؟ المعلق ذاكر بعض الأدلة من الرواية، يقول منها ما رواه المحقق في المعتبر قال عليه السلام: خلق الله الماء طهورا. طهورا هم شرحنا،
أصل الماء شنو؟ طاهر مطهر لغيره. لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا دليل. خبر آخر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه روية في الدعائم: في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم، هل يتوضأ منه ويشرب منه أم لا؟ فشن يقول الأمير؟ يقول يتوضأ منه ويشرب منه ما لم يتغير أوصافه. ما هي الأوصاف؟ طعمه ولونه وريحه. أيضا خبر الغوالي عن مجموعة ابن فهد، ابن فهد الحلي، وروي متواترا عنهم عليهم السلام، يعني هذا الخبر متواتر يعني في أعلى درجات الصحة، عن من؟ عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، قالوا: الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. خب، هذه قاعدة عامة، صحيح؟ تحتاج إلى تفصيلات. هذا المتنجس، العفو، هذا الشيء النجس الذي تنجس بسببه الماء، ينبغي ويتأكد، ينبغي التأكد من أنه هو المادة النجسة بعينها أم مادة مشتملة على النجاسة. مثلا أحيانا قد نحصل على دهن متنجس، دهن متنجس، وهذا الدهن وقع في الماء، هنا يحكم بالنجاسة أم لا؟ نزاع بين الفقهاء. قسم يقول لا يتنجس، ومنهم الماتن، الشهيد الأول صاحب اللواء، يقول لا يتنجس. لماذا؟ لأنه يجب أن يلاقي عين النجاسة، يجب أن يلاقي عين النجاسة، يعني حتى لو تغير لونه، حتى لو تغير طعمه، حتى لو تغير ريحه، لكن لا ينجس. لماذا؟ لأنه تنجس بشيء متنجس، مو شيء نجس بذاته، مو عين النجاسة. هذا قسم من الفقهاء يقول هكذا. قسم آخر من الفقهاء يقول لا، المعتبر في التنجس، في تنجس الماء، ماذا؟ هذه القيود الثلاث، هذه الأوصاف الثلاث، فسواء كانت مادة نجسة أو متنجسة فكلاهما يحقق الغرض والمطلوب، وهو الحكم بنجاسة الماء. صار واضح؟ فهنا شنو يريد الآن يعبر في هذه العبارة؟ يقول: واحترز بتغيره بالنجاسة. يعني لماذا قال بالنجاسة؟ شنو قال الماتن؟ قال: فالماء عفوا هنا يقول: والطهور هو الماء والتراب مطهر من الحدث والخبث وينجس بالتغير بالنجاسة. الماء قال بالنجاسة، ما قال بالنجاسة والمتنجس. فقال هنا: واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة، يعني يجب أن يكون التغير فقط بالنجس عينان، البول الغائط، الدم، العذرة، الميتة، أشياء من هذا القبيل، الكلب، أجلكم الله، ملابس مليئة بالدم في الأكفان، زينها راح يتغير طبعاً. هو دا نقول أكو خلاف، أكو خلاف. الأكثر الآن على أنه يتنجس بالمتنجس، الأكثر على أنه يتنجس بالمتنجس. أما طبعاً شنو لاحظوا هنا؟ هذا هم بتفصيل، هذا الثوب اللي عليه الدم هذا عين النجاسة يعتبر، ما اختلطت النجاسة، يعني ما صار هناك استحالة بين الأمرين. أما النجاسة مثلا بالدهن مثلا أو بالدبس، البول مثلا ممكن يصيب الدهن بعد يختلط خلص،
افترضنا نقطة راحت في أحسنتم راحت في تنك الدهن تتنجس لأنه تتنجس لأنه لأن هاي دهن بعد هذه مادة مو ما زين مو ما أصلا هذا لاحظتوا يتنجس فهذا حينما يوضع مثلا أو يلاقي ماء فشلون يصير تصير مشكلة وهذا هم كله بيتصل هم راح نجي بيه بالمائعات وشلون موضوع المائعات الحاصل واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة فإنه لا ينجس بذلك يعني بملاقاته للمتنجس خاصة فإنه شنو لا ينجس بذلك إذا لاقى المتنجس كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه والمعتبر من التغير الحسي للتقديري على الأقوى هنا يقول أنه لو تغير طعم الماء بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه فإنه شنو يحكم به بالطهارة لو تغير طعمه يعني طعم الماء تغير بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه يعني تغيره تغييرا كاملا الطعم تغير بالدبس وليس بالمتنجس نعم مو بالمتنجس مو بالمتنجس فهذا يحكم به بالطهارة على مبنى الماتن مو مبنى البقية قسم كثير آخر من الفقهاء يقولون بمعنى شيخنا يعني الماء هو جاء للطهارة لا مو هالشكل المعنى لما قلت حطرني الدبس هو متنجس اي مو صحيح نزلت وين بالماء بل الماء شنو يعني اي ماء مو مشكلة الان بعدين نفصل الماء هذا تغير طعمه ام لم يتغير تغير طعمه صار طعمه ماء بدبس صحيح ام لا ماء بدهن تغير طعمه ولكن ما نقدر نحكم عليه بالنجاسة على مبنى منه مبنى الماتن مبنى الشهيد الأول لاحظتوا مو مخالفة للقاعدة لا حسب رأيه حسب رأيه نشرح الآراء نقول أنه قسم يقول يجب أن يكون التنجس بالمتنجس خاصة بالنجس خاصة بعين النجاسة يعني لازم يكون التغير من, 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 من سبب المادة النجسة نفسها مو بسبب مادة تشتمل على النجاسة قسم قالوا طاهر قسم قالوا يتنجس يعني يكفي أنه هذا الماء صار طعمه طعم ماء بالدبس لاحظتوا مو طعم ماء بول وإحنا لأنه نعلم مسبقا أنه هذا الدبس متنجس بالبول مثلا فنحكم إذن بنجاسته خلصنا صار واضح الفرق المسألة هنا يا شيخ بل المتنجس المتنجس عند الماتين أيضا لا ينجس القليل أيضا يا في الكثير احنا الكلام هذا الآن في الكلام المطلق بعدين نجي إلى تفصيل الكثير والقليل إذا كان الماء قليلا سواء قليلا أو كثيرا كلاهما يتنجسان ولكن بتفصيل لا الماتن بتفصيل رأي الماتن هنا وصلنا إلى أنه هو يتغير رأي ما دام قد وقع فيه التغير ما دام قد وقع فيه التغير فيتنجس لا التغير من غير المتنجس من غير النجس من غير النجس بل على مبنى لا حتى القليل حتى القليل لأنه اعتبر أنه هو دا يقول الماء مطلقا حتى القليل لاحظتوا مبنى خاص بعد مدام أنه شنو ما تغير بفعل النجس نفسه بفعل نجس آخر صارت حالة استحالة إذن أي هناك حتى
وقوع أصل النجسي في القديم ينجس أو لا ينجس في حكم المعتن؟ نرجع أصل النجس طبعا ينجس. زين هذا أصل النجس وقع طبعا بلي بس ما تغير. لا أدري لا لا, لا شوف احنا نحكي عن قاعدة أخرى, نحكي عن مبنى آخر, أنه شنو, أنه ما دام التغير ما وقع من أصل المادة النجسة, لاحظتوا من أصل المادة النجسة ما وقع التغير فيحكم عليه بالطهارة, فحتى لو وقع في القليل ولم يتغير لأنه هذا معنى مبنى شنو يعني صارت حالة استحالة, هذا هو معنى المبنى يعني صارت حالة استحالة مثلا. طبعا هم أكو تفصيل يعني هم الآن سنأتي نشوف شنو رأي الماتن أكثر تفصيلا في قضية الماء القليل, بل هو يعتقد يعني يبين ويانا أنه يعتقد بأنه حتى الماء القليل إذا لاقته لاقه المتنجس مو لاقه النجس, إذا لاقه المتنجس ينجس أم لا, هذا هم بتفصيل حتى وإن لم تتغير أوصافه يعني حتى وإن تتغير, هذا به تفصيل نصل إليه إن شاء الله تعالى. واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة فإنه لا ينجس بذلك, كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه. والمعتبر من التغير, هذه مسألة جديدة أيضا, دائما المسائل الجديدة خلوا عليها علامة حتى يوضح أنه من أين نبدأ بالمسائل الجديدة, كل مسألة أو معلومة جديدة فقهية. والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري على الأقوى, يعني شنو على الأقوى, يعني على أقوى الآراء, معنى هذا أن هنالك آراء أخرى ترى العكس. شنو معنى كلمة أو عبارة والمعتبر من التغير الحسي للتقديري؟ يعني هذا التغير الذي يجب أن يقع في الماء, مو احنا قلنا الماء أنه يتنجس بملاقات النجاسة إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته, ما شكل قلنا, يقول هذا التغير شلون نفهمه, يقول تغير حسي لازم يكون يعني محسوس مرئي واضح مو تقديري. تارة يكون هنالك تغير أما غير محسوس, محسوس شيخنا أو ملموس, لا مو ملموس, لا يعني ممكن نقول ملموس بالمعنى العام, يعني شنو يعني فعلا الإنسان يلاحظ أن هنالك تغيرا, مو تغير غير محسوس تقدير واحد يقدر, مثل ما مثلا عندنا ماء وفيه لون أحمر, ماء محمر فيه لون أحمر وقعت فيه قطرات دم, وهذا الماء مثلا بمقدار الكور وقعت فيه كمية من الدم, إذا كان الماء كرا فوقعت فيه كمية من الدم غيرت لونه وطعمه أو رائحته يحكم بالنجاسة. أما الآن شلون نحكم, ما نعرف لأنه كله أحمر, رائحة ما بي مثلا رائحة مغايرة رائحة الدم, اللون خلت غير, فشنو يسوون بعضهم, يقولون هنا التقدير يكفي, تقدر تقول إيش قد وقع من الدم في هذا الماء, فأنت تحكم تقديريا أنه حتما هذا الماء الذي وقع غير في صفات الماء, غير في صفات الماء, هذا تقدير, فيحكمون على ذلك بالنجاسة على مبنى الشارح مو الماتن, هذه عبارة الشارح, يقول التغير هنا يجب أن يكون حسيا مو تقديريا, لازم يكون حسيا. هسه الصحيح وغير الصحيح هذه وظيفة الفقهاء, إلى الآن ما وصلنا. جماعة بالمطبخ يمكن يتذكر بمصطلح هذا, بس حسني عنده
لا لا شوف هاي المسألة لازم نرجع بها إلى الفقه. ما نقدر إحنا نحكم نقول شنو الجسم. إحنا نعرض الآراء متى ما صرنا إن شاء الله مجتهدين، بعدين في هذه الحالة نشوف شنو أنه نفصل. بني لا ولكن سؤال، مو هذا هسه هم راح نأتي عليه. سؤال قدامك حوض كر وصبوا فيه سطل كامل دم، وهذا الحوض كان لونه أحمر، ما تحكم بالنجاسة؟ ما قال تغير حسي. فعلى مبنى الأستاذ الشيخ أبو الطيب لازم ما يحكم بالنجاسة. فيتوضأ فيه يشرب منه. شوفوا الكلام شنو الآن، الكلام أكو مبنيان، مبنى أنه يجب أن يكون التغيير حسيان، ومبنى آخر يقول لا يكفي التقدير. وفي هذا نزاع، وحتى الشارح لو تصبرون تشوفون بعدين شنو عبارته، حتى الشارح يقول في بعض الأحيان يكفي التقدير. يعني ما نقدر نقول ماكو تقدير نهائيا، لأنه هذا يوقعنا في مغالطات. فلذلك أقول ما يصير من هسه نتسرع ونقول هذا الأصح وهذا الأصح، نصبر إلى أن نشوف المسألة بكل تفريعاتها بكل جوانبها، بعدين نرتب عليها النتيجة. على المشهور على رأيه هو لا في فرق بين على المشهور، يعني مشهور الفقهاء، يعني الأغلبية أو الأكثرية من الفقهاء يرون رأيا معينا، على الأقوى يعني على أقوى الآراء التي انتخبتها أنا، اللي أشوف أنه أقوى الآراء، أرجح الآراء، أفضل الآراء، أقواها أدلة، يعني أقواها أدلة. خب نقلب الصفحة، نروح على قبل التعليق رقم 1 حتى نشوف الشارح أيضا له تعليق آخر على هذا القول، ويحتاج أيضا إلى وقفة. يقول هذا وقد علق الشارح بقوله، من هنا نركزه، والمراد من التغير التقديري أنه لو وقعت في الكر أو في الجاري نجاسة مسلوبة الأوصاف. شلون هنا نجاسة مسلوبة الأوصاف؟ فلنفرض أن العلوم الحديثة توصلت إلى طريقة معينة كيميائية تحافظ على مادة الدم أو على مادة البول من أنها تسري وتغير في غيرها، يعني يأخذ الدم يزرق فيه مثلا مادة كيميائية معينة، يبقى دما له مواصفات الدم شرعا، يبقى دما، مو أنه صارت استحالة تحول إلى شيء آخر، يبقى دما. أما بسبب هذا التدخل الكيميائي هذا الدم ما يختلط بالماء، مثل الزئبق. أو يحطون الدم بكيس نايلون ويذبوه بالفرن. لا هذا كيس نايلون هذا صار حاجب. هذا ما لاقى النجاسة. ما لاقى. إحنا كلامنا لاقى النجاسة يا أبو علي ركز ويانا. لاقى النجاسة. كلام. شنو؟ لا مو هذا في بكلام الآن. صبروا. به كلام. به كلام. كله به كلام. فشنو هذه المادة؟ مثل الزئبق يصير. شلون الزئبق يقع بالمادة السائلة أما ما يختلط، ما يغير فيها شيئا، يبقى محافظ على خصوصية معينة مع أنه مائع. يعني لاحظتم ماكو هنالك يصير تجانس فما يصير اختلاط. نفرض أنهم وصلوا الدم إلى هذه المرحلة علميا، يعني وإن كان فرض المحال إلى الآن ما صار، يعني ما سمعت، يمكن صار ما أدري. فلنفرض أنه توصلنا إلى طريقة نسلب من الدم الأوصاف، هذا معنى كلمة
مسلوب الأوصاف. من أوصاف الدم أنه إذا وقع في الماء يختلط به، صحيح؟ جردناه من هذه الصفة. مثلا فوقع في الحوض، تلاقي نقطة دم موجودة بالحوض أو كمية من الدم باقية لا تختلط ولا شيء، لاقى النجاسة أم لم يلاقي؟ لا. لاقى. نحكم بالنجاسة أم لا؟ نكمل حتى نعرف. يقول إذا وقع هذا الشيء كما أنه لو وقعت في الكر أو في الجاري نجاسة مسلوبة الأوصاف، وجب اعتبارها مخالفة في الصفات، فإن كانت هي بحيث لو قدرت مخالفة الصفات لكانت متغيرة بأحد أوصافه. طبعا هنا هم خطأ، لازم تكون الصحيح مغيرة، لكانت مغيرة لأحد أوصافه. عدلوا هنا، عدلوا إيه. هذا تعبير خاطئ، لكانت مغيرة لأحد أوصافه. فإن كانت هي، يعني هذه المادة المسلوبة الأوصاف، النجاسة المسلوبة الأوصاف، بحيث لو قدرت مخالفة الصفات لكانت، لو قدرت مخالفة الصفات يعني أنه لو احتملنا إمكان أن نسلبها من هذه الصفات ونغير أوصافها، لكانت متغيرة بأحد أوصاف، لكانت مغيرة لأحد أوصافه حكم بنجاسة الماء. وإنما قلنا وجب التقدير حينئذ لأن عدم وجوبه يؤدي إلى جواز استعماله، وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا، وهو ظاهر البطلان. فإذا حتى الشارح عنده استثناء من مبناه، أنه إذا كانت مادة مسلوبة الأوصاف متغيرة الأوصاف ولاقت الماء الجاري أو ماء الكر ولم تغيره تغييرا حسيا وإنما تغييرا تقديريا، نقدر أنه حتما تغير الماء، صارت به كثافة جديدة، صارت به كمية جديدة، صارت به صفات جديدة، فهنا يحكم بماذا؟ بالنجاسة، لأنه إذا لم نحكم بالنجاسة فذلك يكون ظاهر البطلان. لماذا؟ لأنه النجاسة ممكن تزيد أضعاف مضاعفة على الماء، ومع ذلك واحد يقول يجوز أنه نتوضأ به، وهذا واضح البطلان. صار معلوم؟ مع هذا يقول يضع احتمال آخر، هذا حتى شوية تشوفون الحركية الفقهية إنجاز التعبير، يعني شلون عندنا حقيقة كثير من الآراء، كثير من الاحتمالات، كل احتمال له قوته، يعني كل احتمال له أدلته. مع هذا ينقض كلامه يقول ويحتمل عدم التجنيس على هذا التقدير لعموم النص، يقول حتى مع هذا يحتمل عدم التجنيس، عفوا عدم التنجيس. لماذا؟ لعموم النص، يعني النص عمم وقال أنه يجب التغير، فإذا لم يتغير، والتغير فتغير حسي واضح بعد، فخلص نحكم بالتغير الحسي، يعني نصير مثل أبو الطيب، خلصنا نحكم بالتغير الحسي وخلص، خلى يجي شنو اللي يجي على الماء. بس المشكله كثير اقول هذا الكلام ونفسي مثل الشارحه ان شلنتين زين. احنا في صفحه 32 رقم 1. شوف ايش يقول، خلونا من رقم 1. الصبر ويطهر بزواله اي زوال التغير. شنو اللي يظهر بزواله؟ الماء. الماء، أحسنت. شنو قال الماتين؟ قال الماء ويظهر بزواله، يعني زوال عند النجاسة. إيه؟ الماء يظهر بزواله، بزوال النجاسة. الماء قال أنه شنو؟ طاهر، مطهر، مطهر من الحدث والخبث. شلون ينجس؟ قال ينجس بالتغير بالنجاسة ويطهر بزواله، يعني بزوال ماذا؟
التغير من النجاسة، ما زال ويطهر بزوالها، يعني بزوال النجاسة، لا لازم لازم تزول التغيرات التي أوقعتها النجاسة في الماء. شنو هذه التغيرات اللي ذكرناها؟ الماء، اللون والطعم والرائحة، هذه الأمور إذا زالت فحينئذ يحكم بماذا؟ بصيرورة الماء طاهرا، برجوع الماء إلى الطهارة. هنا نوضح الضمائر، يطهر الماء بزواله، يعني بزوال التغير، ويطهر بزواله، أي زوال هو موضح زين، ويطهر بزواله يعني آثار النجاسة، التغير الذي أوقعته النجاسة في الماء، ويطهر بزواله أي زوال التغير ولو بنفسه أو بعلاج. هنا أنا مسألة جديدة، يعني شنو أو ولو بنفسه أو بعلاج؟ يعني عندنا ماء جار أو ماء بمقدار الكر، وطبعا الكر شنو تعلمون طبعا الكر مقدار، وين يختلف فيه الفقهاء، لكن الأشهر أنه عبارة عن ماء كميته 3 أشبار طولا، في 3 أشبار عرضا، في 3 أشبار عمقا، مكعب 3، مكعب 3 أشبار، صار واضح؟ فهذا الكور وقعت فيه نجاسة، ثم بعد مرور وقت معين زالت النجاسة تلقائيا، آثار النجاسة ذهب، مثلا وقع فيه دم بمقدار معين، تغيرت رائحة الماء وتغير لونه، تركناه يوم شفنا لا هم الرائحة راحت هم اللون رجع طبيعي مثل لون الماء فرضا، أو ماء جاري، خصوصا بالماء الجاري هذا هو يحصل من كيفه، بنفسه مو بتدخل خارجي مو بعلاج، معنى بنفسه يعني من كيفه هو تغير، زالت آثار النجاسة من جديد، بعلاج يعني شخص عالجه، شخص طهره، شخص جاء وعالج هذا الماء من جديد، فماذا أدى إلى أن يطهره، هذا يعني تدخل خارجي. في كلا التقديرين ما دام زال التغير فهو شنو؟ طاهر. ما دام زال التغير، زالت آثار النجاسة، يعود طاهرا. يعني إذا كان في طبيعة الماء اللي يجي من نبع من في فاخر المنطقة اللي صار فيها الوحي النجاسة. إيه، ولكن أحيانا شنو يصير؟ أحيانا لا، مو لأنه حتى هذا به خلاف، الماء الجاري أحيانا يتنجس، الماء الجاري أحيانا يتنجس، الماء جاري ولكن جريانه ليس بدفعة قوية، ولأنه أكو تعرجات، هذا حتما بالعراق هواي شفتوا من هالأشياء تعرجات، فتجد الماء شبه راكد في مكان معين، هو جاري ولكن يسير ببطء، فبمجرد ما تقع مثلا وقعت فيه ميتة كلب مثلا يتنجس واضح، يعني لونه يتغير، طعمه يتغير، رائحته تتغير، لاحظتوا؟ إلى أن يتغير، يعني إلى أن النبع، لأنه النبع مثلا بعيد مثلا في مكان كذا، لاحظتوا؟ إلى أن يتغير فهذا شنو؟ يحكم بأنه نجس، حينما تزول آثار النجاسة يعني يزول التغير يحكم بأنه طاهر. المهم أن تزول آثار النجاسة. هي تزول، يعني واضح السليم على عليه الكلام، يقول حتى لو استظهر شفنا ويطهر بزواله أي زوال التغير ولو بنفسه أو بعلاج إن كان الماء جاريا. نانا قيد جديد ما يشمل الكر، قبل قليل فرضنا فرض أنه شنو
أنه الكر من نفسه تذهب النجاسة، فبذلك يحكم بماذا؟ بطهارته. هنا يقول لا، هذا مو صحيح، يجب أن يكون الماء جاريا، هذا على مبنى من؟ على مبنى الماتين. وكذلك يتبعه الشارح، ما هو الماء الجاري؟ يقول وهو النابع من الأرض مطلقا غير البئر على المشهور. يجب أن يكون هذا الماء نابعا من الأرض مطلقا ولكن غير البئر، لأن البئر أيضا نابع من الأرض، ولكنه شنو؟ يعني غير جاري، لا يعبر عنه بالجريان، لأنه ما معنى الجريان أساسا؟ الجريان أي الذي يجري، يعني الذي يجري على الأرض. وفي هذا أيضا هنالك تفصيلات عديدة نتركها إن شاء الله إلى الدرس المقبل. شيخنا العفو، هنا المسألة للماتن فقط، نترك الشارح من هذا، ويطهر بزواله إن كان جاريا. إن كان جاريا هو هذا الحكم؟ هذه المسألة عنده. إذن إحنا ويطهر بزواله خاصة في جريان الماء. نعم، لابد يكون يعني ما يشمل الكور مثلا. اي حتى لو فرضنا انه ازيلت او ازيلت او زالت اثار النجاسه، يعني زالت اثار التغير فقط للمعنى. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.